السلام عليكم يا شباب، النهاردة هنحل هوم ورك على أول لسونين في الجيومتري. نبدأ مع بعض. بسم الله. أول سؤال، أول سؤال بيقول لنا كي is the scale factor of similarity، يعني مثلا of the polygon M1 و polygon M2. يعني مثلا خدت side من M1 خليه مثلا side 1 على side 2 دوت الكي. فبيقول دلوقتي ان الكي اكبر من الزيرو بس less than 1، يعني فراكشن، نص، ربع، ثلاث ارباع، يعني مثلا نخليها هاف مثلا. ده انا بفرض مثال، هو ما قالش رقم بس قال اقل من ال 1. هو بيسال دلوقتي the polygon M1 is A من M2. ايش معنى دلوقتي ان اللي تحت ده الرقم اللي تحت اكبر من اللي فوق، يبقى السايد اللي تحت ده اكبر، يبقى دلوقتي M2 اكبر من M1، يبقى كده ال M1 مينيمايزيشن من الـ M2 أصغر منه. السؤال اللي بعده، K is a scale of similarity between M1 و M2 والـ polygon M1 is minimization of the M2، نفس اللي فوق بس عكسها، يبقى معنى كده إن الـ K أكبر من الـ 0 أو less than 1. فين الأكبر من الـ 0 أو less than 1؟ عندنا الاختيار B، هو اللي أكبر من الـ 0 و less than 1. السؤال اللي بعده، K1 is a scale of factor of similarity between M1 و M2. يعني مثلا هناخد دلوقتي ان M1 سايد منه على M2 equal K1. حلو، بيقول لك و K2 هي scale of factor of similarity between M2 و M3. خد M2 على M3 دوت ال K2. حلو، هو عايز ايه؟ السكيل بتوين ال M1 وال M3. طيب وانا دلوقتي لو خدت ال K1 وضربته في ال K2، نجرب نشوف هيطلع لنا ايه. ال K1 دوت اللي هو M1 على M2، تمام، وال K2 دوت ايه؟ M2 على M3، عشان انا مضربهم في بعض. ال M2 دي هتروح مع ال M2 دي، بقى لي M1 على M3، ما دوت اللي هو عايز، هو عايز السكيل ما بين M1 وال M3. يبقى كده انا الاختيار بتاعي دي K1 multiply K2. خش على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول، السؤال اللي بعده السؤال مش كامل فدوت ملغي. خش على اللي بعده. ABC similar to DEF triangle sum وال BC، ثواني، ال BC equal 3EF، تمام، عايز الـ scale of similarity، تمام، ماشي، مش ديت كده equal بعض، أقدر أدي الـ EF بالـ divided، يعني آخد الـ BC over الـ EF، يبقى equal 3 هتفضل، في عندنا 3، في عندنا 3 أهي. وأنا ليه خدت الـ BC فوق الأول؟ عشان هو كان كاتبها لي بترتيب السؤال الـ ABC الأول، خدت السايد بتاعها الأول. السؤال اللي بعده بيقول the scale factor of similarity between the square ABCD وال square XYZL equals each of the following except، تمام، مش دول similar؟ طيب انا ممكن اكتب كله، يعني مثلا اخد ال AB على ال XY، خدت اول حرفين من هنا واول حرفين من هنا، دوت سكيل، ده صح. او اخد BC على YZ، ده سكيل برضه، صح. طيب او اخد السي دي على الزد ال، ده صح برضه. او اخد الاي دي على الاكس ال، كل ده صح، جميل. ابص في الاختيارات، الاي سي على الاكس زد، عندنا اي سي على الاكس زد، ما خدناش الاي سي، بس الاي سي على الاكس زد صح، تمام. ايه تاني؟ الـ AB على الـ YZ، أبص كده الـ AB على، لا يعني عندي الـ AB على الـ XY، لا دي غلط، أنا الـ AB عندي من اللي أنا الحاجات اللي فصصتها في السايد الـ AB على الـ XY، لكن الـ AC على الـ XZ دي diagonals of the square، فهيبقوا برضه similar لبعض، لو رسمت سكوير الـ diagonals برضه هيكونوا similar لبعض. خش على الصفحة اللي بعدها.
question 7. Rhombus ABCD similar to rhombus XYZL. جميل. والانجل A ب 60 والسكيل فاكتور سيميلاريتي هاف، وعايز الانجل زد. تمام، انا عندي رومبس A B C D. ال A قال لي ب 60. حلو. ومن من الصفات بتاعت الرومبس H opposite angle equal، وال H next angles او adjacent angles يبقوا سبلمنتري، المجموع بتاعهم 180، يبقى كده الانجل دي 120 وهنا 120. ارسم الاكس واي زد ال، ارسمه معلش على الرسم، بس هو رومبوس اكس واي زد ال برضه نفس الحوار، دي 60 دي 60 دي 120 دي 120. هو عامة الرومبوس الانجلز بتاعته ثابتة، بس مع اختلاف، طالما اتنين رومبس سيميلر يبقى السايدز هي اللي بتتغير، يبقى ده نص ده ده تلت ده كده، لكن الانجلز هي ثابته. فهو عايز الانجل زد، فين الانجل زد؟ اهي 60 برضه من الرسم، ملهاش علاقه بالسكيل اوف سيميلاريتي اللي هو الهاف ده، ملهاش علاقه. مش معنى كده ان الانجل هتبقى النص او كده، لا. السؤال اللي بعده question 8. To make two polygons M1 و M2 similar, it's sufficient to have the corresponding angles are equal in measure only, ولا the corresponding sides are in proportional only، ولا ال A وال B، ولا nothing of the previous. لا، أنا محتاج ال A وال B، يبقى ال corresponding sides proportional ويبقى برضه ال angles equal، عشان زي الرومبس اللي كان فوق ده. كل رومبس يعني ممكن يبقى عندي واحد كبير وواحد صغير، بس عشان يكونوا سيميلر لازم السايدز يكونوا ما بينهم سكيل اوف سيميلاريتي وبرده الانجلز ايكوال، فيبقى الاختيار بتاعنا سي. question 9. To make two rhombuses A B C D و X Y Z L similar it's sufficient to have angle A 60 و angle Y، ثواني ارسمهم تاني. A B C D X Y Z L. تمام، بيقول انجل 60، انجل A 60 تمام، وانجل Y 120. طب انا هستفاد كده ان اللي قدامها 120 تمام، واستفاد كده ان دي ب 60 ودي ب 60 برضه نفس الحوار هنا، يبقى الانجلز زي بعضها ماشي، بس ده شرط. خلينا نشوف، والبراميتر اوف ذا رومبس اي بي سي دي ايكوال تو بارامتر اوف رومبس اكس واي زد ال. تمام، يبقى في كده بروبوشنال، الاثنين بروبوشنال لبعض، اختيار اي بي ولا نوتنج اوف ذا بريفيوس، برضه نفس الحوار الاختيار سي، نفس السؤال اللي فوق، يبقى الانجلز قد بعض والسايدز بروبوشنال كده صح. نفس السؤال اللي كان فوق، ثواني يا شباب. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده question 10، ثواني انزل لها. question 10 بيقول which of the following statements is not true، h2 squares are similar، h2 equilateral triangles are similar. تعالوا نفصصهم لها، squares عندي سكوير كده وسكوير كده، مش دايما السكوير كل سايد منه برايت، يبقى كده انا متاكد ان كل انجل ب 90، فالانجلز كلها ايكوال بعض، فغطيت الحته بتاعت الانجلز ماشي. بس لو فانا عامه ودايما الانجل دايما السايدز قد بعض، فده مثلا ب 2 وده مثلا ب 4، فيبقى برده ده ب 2 وده ب 4 وده ب 2 برده وده ب 4 برده، فدايما في بروبوشنال تمام، فالسكويرز صح. ونفس الحرف في الايكولاترال تراينجل، لان انا عارف ان كل انجل ب 60 فالانجلز كلها تبقى قد بعض، وفي نفس الوقت برضو السايدز قد بعض، فالفكره بتاعت السكوير نفسها نفس بتاعت الايكولاترال تراينجل دي صح. الرومبسز ار سيميلر ولا اتش 2 ريجولار بوليجونز وذا سيم نمبر اوف سايدز ار سيميلر. بص الاختيار دي دوت اي ريجولار بوليجون، يعني مثلا عندي هيكسجون 6 سايدز تمام،
طالما هو ريجولار يبقى كل انجل 120، فانا اتاكدت ان الانجلز كلها قد بعض هنا وفي هيكساجون تاني كل ريجولار هيكساجونز كل الانجل بتاعته 120، فتاكدت من الحته بتاعت الانجلز والسايدز. طالما هو ريجولار فالسايدز قد بعض فينطبق عليه برده حوار الايكولاترال تو انجل والسكوير، فدي برده تمام. الواحده الوحيده الغلط السي، عشان قلنا لازم نتاكد ان الانجلز والسايدز بروبورشنال، فدي ما ينطبقش عليها، هو قال بس تو رومبسز بس. السؤال اللي بعده برضه نفس الحوار، بيسأل انهي دول صح. سؤال 11 هو عايز العكس، هو بيسأل انهي دول بقى صح. اول حاجه الايسوسيلس تراينجلز ار سيميلر، لا مش شرط، اهو هو اهو ممكن يكون دي 45 مثلا ودي 60، هل شرط ان هما كده قد بعض او سيميلر لبعض؟ لا مش شرط. فلا ديت مش صح. نفس الحوار في الرايت انجل تراينجلز، نفس الحوار، انا ممكن ارسم رايت انجل تراينجل كده ده رايت ماشي بس هنا 60، ممكن واحد تاني يبقى دي 45، فمش كلهم سيميلر لبعض، فلا النقطه دي غلط. اختيار سي بيقول السكوير يوزز، ما قالش السكوير بس، لو السكوير بس ماشي هما كلهم سيميلر، لكن السكوير يوزز منهم لو في باراليلوجرام دوت يوز من السكوير، فمش كل باراليلوجرام قد التاني، لان الانجل اللي هنا واللي هنا واللي هنا ممكن تتغير عادي، مش شرط يبقوا قد بعض في كل باراليلوجرام يترسم. لكن الاختيار الصح دي لو احنا لسه مثبتينه فوق ان كل الريجلر بوليجونز ار سيميلر، لسه قايل لنا من شويه. الصفحه اللي بعدها ثواني يا شباب. سؤال 12 which of the following is true؟ لسه قايل لنا all the regular polygons are similar. السؤال اللي بعده M1 M و M2 are two similar polygons وال lengths of the corresponding sides are 20 و 16. Then the perimeter of M1 وال perimeter of M2، عايز الريشيو ما بين الريشيو between البرامتر هي اللي between السايدز، فيبقى 20 over 16 برضه نفسها، فيبقى سؤال 13 الاجابه 5 over 4 الاجابه دي. Question 14 two similar polygons ratio between the parameters 4 و 9 then the ratio between the lenses of the corresponding sides. شفت اللي فوق ده؟ هو بس العكس، ratio between sides هو بتاع البرامتر. two similar polygons the corresponding sides the ratio ما بينهم 3 و 4 the parameter of the first is 15، عايز بقى البرامتر بتاع التاني 3 over 4 ايكو، مش قلنا نفسها نفس البرامتر؟ البرامتر بتاع الاول 15، البارامتر بتاع التاني مش عارفينه خليناها اكس مثلا، كروس مالتبليكيشن يبقى اكس ايكوال 4 مالتبلاي 15 اوفر 3، فالاكس هتطلع معانا في الاخر ب 20 اللي هي البارامتر بتاع التاني 20 اللي هي. السؤال اللي بعده 16 اي بي سي دي سيميلر لاكس واي زد ال بوليجونز، تمام، وال AB بكذا وال BC بكذا وال XY بكذا، هو عايز ايه؟ عايز ال M، تمام، قال هما سيميلر، يبقى ال AB اللي هو بكام؟ 32 على ال XY اللي هي ب 3M minus 1 كل ده equal ال BC اللي هي 40 على ال YZ اللي هي 3M plus 1. جميل جميل، اعمل كروس مالتبليكيشن هضرب ال 40 في 3 ام ماينس 1 واضرب ال 32 في 3 ام بلس 1، تمام. بسم الله 32 في 3 ام تطلع 96 ام بلس 32 كل ده ايكوال ال 40 في برضه الكلام اللي هناك 40 في 3 ام تبقى 120 ام ماينس 40، اودي الام في ناحيه والارقام في ناحيه 96 تخش عند ال 120 بالماينس 120 ماينس ال 96 تبقى 24 ام كل ده ايكوال ال 40 هتروح هناك بالبلس تبقى ايكوال 72 40 بلس 32 واضح واضح، اودي 24 هناك بالديفايدد، لما تروح بالديفايدد هيتبقى لي ان الام ايكوال 3 فالاختيار هيكون A. الصفحة اللي بعدها
لا ثواني، لسه فاضل في الصفحة اللي احنا فيها، نزل تحت question 17. question 17 بيقول two similar rectangles dimensions of the first 1208 تمام، والبرامتر of the second كذا as the length of the second rectangle تمام. انا هعتبر ان ال 12 دي length وال 8 دي width تمام. عارفين ان الريشيو between البرامترز هي اللي between sides، اقدر اجيب البرامتر بتاع الاولاني انا عندي two sides ب 12 two sides ب 8، يبقى البرامتر بتاعه كام؟ 12 في 2 24 24 بلس 16 40. البارامتر بتاع الاولاني 40، البارامتر بتاع الثاني 60. اللينث بتاع الاولاني 12، عايزين اللينث بتاع الثاني بقى. نعمل كروس مالتيبليكيشن. كروس مالتيبليكيشن فاللينث نضرب ال 12 في ال 60 اوفر ال 40. بقى لي ان اللينث بتاع السكند 18. اختيار بي. السؤال اللي بعده question 18. question 18 بيقول two similar rectangles dimensions of the first 410 تمام والبرامتر of the second 140، عايز ال area of the second rectangle. اقدر اجيب السايد وبعديها اجيب ال area. ازاي دلوقتي؟ مش انا قلت انا عايز اجيب البرامتر بتاع الاولاني، نفس الطريقه عندي 2 سايدز 10 و 2 سايدز 4، يبقى 4 نعملها بلس 4، 4 بلس 4 بلس 10 بلس 10، يبقى كده البارامتر ب 28 على البارامتر بتاع الثاني اللي هو ال 140. كل ده ايكوال السايد الاولاني في الريكتانجل الاولاني والسايد الثاني في الريكتانجل الثاني. كروس مالتيبليكيشن فالسايد اللينث بتاع الريكتانجل الثاني، ثواني احسبها، 4 في 140 على 28 اللينث طلع ب 20، نفس الحوار في الويدث، يبقى 28 على 140 بتساوي ال 10 على الويدث او ال او الويدث بتاع الريكتانجل الثاني. كروس مالتيبليكيشن تطلع ب 50، 20 و 50 اعملهم باي بعض، الانسر بتاعتي تطلع دي. كويشن 18 الاجابه بتاعتها دي. اللي بعده كويشن 19، ال اي بي سي تراينجل والدي اي اف تراينجل دول سيميلر حلو، واداني ال A B وال D E وال E F، هو عايز ال B C ماشي ماشي، هو مديني ال A B اداني D E اداني D E، يبقى 3 على 6 ال A B على D E، كل ده بيساوي ال B C على ال D على ال E F اللي هي ب 8، تطلع معايا كروس مالتيبليكيشن ال B C ب 4. انسر ايه؟ الكويشن اللي بعده question 20. question 20 the parameter of one of the triangles of two similar triangles that 74، ده البارامتر بتاع الاولاني ماشي، والسايد لينث اوف ذا سكند كذا ماشي، عايز اللينث اوف ذا جريتست سايد اوف ذا فيرست تراينجل. حلو، انا دلوقتي معايا البارامتر بتاع الاولاني صح، بس انا اكتب 74، اقدر اجيب البارامتر بتاع الثاني اعمل بلس للسايد 8 بلس 6 بلس 4.5، 8 بلس 6 بلس 4 0.5 تطلع معايا 18.5. جميل، عايز اكبر سايد من الترينجل الاولاني ماشي، اقدر معرفوش معرفوش فاحط اس، هاخده بقى مش هو هيبقى سيميلر للاكبر سايد من الترينجل التاني اللي هي ب 8. كروس مالتيبليكيشن 8 مالتبلاي 74 على 18.5، يطلع السايد معايا ب 32، عندي 32 موجودة اهي. السؤال اللي بعده question 21 polygon ABCD similar لل XYZ ال then عايز ال AB على ال BC تمام. انا اقول لك الحاجة حلوة، مش ال AB
على ال x1 equal ل ال bc على ال yz. انا بنقل الحروف بس، انا قلت من الاسامي بتاعت البوليجونز عملت سيميلاريتي والاثنين سيميلر صح، مش هقدر اعمل كروس اودي البي سي هناك وادي الاكس واي هناك، يعني يبقى الاي بي على البي سي بيساوي الاكس واي اللي راحت هناك على الواي زد. بس كده هو عايز الاي بي على البي سي، اقول له هتساوي الاكس واي على الواي زد، يبقى الانسر دي. question 22 بوليجونز عندنا سيميلر لبعض تمام، والبارامتر اوف الاي بي سي دي، البارامتر بتاع الاي بي سي دي 48 تمام، عايز البارامتر بتاع الاكس واي زد. قلنا ان الريشيو بتوين بارامترز هو هو اللي بتوين سايدز، فيبقى عندي سايد 6 دوت على سايد 8 سؤال سيميلر ماشي، فيبقى 6 على 8 ايكوال البارامتر بتاع اللي انا عايزه ده على ال 48 cross multiplication 48 في 6 على 8 الانسر هتطلع معايا ب 36 انسر ب. question 23 اي بي سي سيميلر لدي اي اف، عايز اللينث بتاع الاف اي ماشي. هو دلوقتي في الترينجل اي بي سي دوت، ثواني مديني من السايدز الاكس و3x و2x، مش دوت ترينجل، فيبقى المجموع بتاع الانجلز ب 180، يعني انا ممكن اعمل اكس بلس 2x بلس 3x، اقول كل ده ب 180 ديجري صح كده؟ مجموع دول يبقى 6x ايكوال 180، اودي ال 6 بالديفايد يبقى الاكس ايكوال 30 ديجري. جميل جميل، فبقى عندي تراينجل الانجل دي ب 30 ديجري والانجل دي ب 60 ديجري والانجل دي ب 90 ديجري، انا بضرب في الاكس بس. حلو حلو، مش معنى ان دي ب 90 ديجري يبقى السايد اللي اوبزيت ليها دوت اللي هو ال 18 هايبوتنس تمام، وعندي الانجل دي ب 30، وانا عندي قانون بيقول زمان ان السايد الاوبزيت لل 30 ديجري هو هاف الهايبوتنس، فيبقى كده انا عرفت ان ال A B 9 او في ال 18 او في الهايبوتنس اللي هو 9. حلو قوي، هو عايز ايه اصلا بقى؟ عايز ال F E. طيب هقول ان ال 3 لا دي E على ال 9 اللي هي ال A B كل ده بيساوي ال E F او ال F E يعني على ال B C اللي هي 18 وكروس مولتبليكيشن. كروس مالتيبليكيشن ال اف اي هتطلع معايا ب 6 انسر سي. كده احنا خلصنا اول درس في الجيومتري، خش على الدرس اللي بعده. لا ده لسه فاضل الاسئله كمان لسه، قلنا ماشي ثواني يا شباب. طيب بيقول لنا ال triangle CBA similar لل CED using the lengths shown in the figure ماشي، عايز ال ED plus ال EA ماشي. مبدئيا ال ED عايز اعرف ال ED مش معايا صح؟ صح، يبقى ال ED ثواني يا شباب. طيب احنا كنا قلنا ال ED ال ED over ال BA، ال BA هو مدهولي، مدهولي بكام؟ ب 9. كل ده ايكوال كام؟ ايكوال ال EC على ال BC عشان هو بيديني ال EC اللي هو ب 4 وال BC بكام؟ ب 7 بلس 5 12. كروس مالتبليكيشن، كروس مالتبليكيشن ال ED يطلع معايا ب 3، اكتبه هنا 3 بلس، هو عايز ال EA، فين ال EA؟ ال EA اهو. طيب مش انا ممكن اخد ال AC، ال AC اللي هو كل ده، ال AC over ثواني دي ايه، ال AC over ال CD
فين ال سي دي؟ سي دي 5 كل ده برضو ايكوال 4 على 12 سيميلر برضو صح كده؟ صح كده. يبقى ال اي سي بكام؟ ثواني يا شباب عشان لو بطل الحكم دي المفروض العكس. يبقى 5 اوفر ال اي سي عشان ال اي سي معايا تطلع ب 15. مش ال اي سي دي بتساوي ال سي اي بلس ال اي اي؟ ال سي بكام؟ ب 4. ال اي اي عايز اعرفه اللي هو ال اي اي يعني زي ما هو كاتب السؤال. كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 15. يبقى ال اي اي ب 11. هو ده طلع 11 بلس 3 ايكوال 14. انسر سي. ريكتانجل اي بي سي دي سيميلر للاكس بي واي ال. عايز اللينث بتاع الواي سي. خلينا نشوف فين الواي سي الاول. الواي سي هو الكلام ده وانا عارف ان السايد ده كله 12 علشان ده ريكتانجل ماشي. فانا عايز اجيب البي واي دي عشان انا ممكن اقول ان البي واي اوفر الاي دي اللي هي 12 دي، او اقول ان البي واي اوفر البي سي هي نفسها بي سي اللي هي 12. كل ده ايكوال الاكس بي اللي هو مديها لي بكام عشان مش واضحه ب 2 اوفر الاي بي. الاي بي اللي هي ب 6 صح كده؟ كروس مالتبليكيشن. كروس مالتبليكيشن 12 مالتبلاي 2 اوفر 6 هتطلع معايا الانسر ب 4. عندي 4؟ لا ده البي واي اللي ب 4. البي واي ب 4 فيبقى الواي سي. الواي سي بتساوي 12 ماينس البي واي يعني 12 ماينس 4 يبقى كده الانسر 8 بي. question 26 اي بي سي دي سيميلر اي اف ال دي. تمام عايز ايه بقى؟ عايز الاكس. تمام الاكس دي اللي هي اف ال ماشي. اقول اكس اوفر البي سي مديها لي بكام؟ ب 7.5. حلو ممكن اقول كل ده بيساوي الاي دي على الاي دي. الاي دي ب 6 على الاي دي اللي هو ب 9. اعرف اجيبها كده يبقى الاكس كروس مالتبليكيشن يبقى الاكس ايكوال 5. انسر ايه؟ السؤال اللي بعده اخر سؤال في الدرس ده. هنقول الاي بي سي سيميلر للاي اي دي والانجل بي اللي هي ثواني اعلمكم عليها. انجل بي ب 3 اكس بلس 10 والاي اي دي الانجل دي ب اكس بلس 30. عايز الاي. مش دول سيميلر لبعض؟ صح صح. يبقى الانجل بي اللي هي هنا كده بتساوي الانجل اي اي دي سيميلر لبعض ماشي. فهساويهم ببعض 3 اكس بلس 10 بتساوي اكس بلس 30. ادي الاكس هنا بالماينس بقت 2 اكس 30 ماينس 10 20 يبقى الاكس كده ب 10. عندي 10؟ لا هو عايز الانجل الانجل A. الانجل A طيب مش الاكس ب 10 يبقى كده الانجل B بكام؟ انجل B هعوض هنا يبقى الانجل B ب 40 وهنا 90 اتبقى لي الـ A 180 ماينس الكلام ده يبقى كده الانجل A ب 50. الانسر A. كده احنا خلصنا الاسئله اللي على الدرس الاولاني. خش على أسئلة ليسون 2. طيب نبدأ مع أول سؤال. بيقول إن الـ ED بارلل للـ BC. جميل. ED بارلل للـ BC معنى كده إن الأنجل دي هي الأنجل دي. حرف الـ F أهو ودول بارلل ومعنى كده إن الأنجل دي كل الأنجل دي عشان بارلل برضه وعندنا أنجل سيميلر هي دي اللي هي الـ A. قصدي أنجل مشترك ما بينهم. فبعد كده كل الانجلز قد بعض يبقى التراينجل اي اي دي سيميلر للتراينجل اي بي سي. لو اكتبه صح الاول اي سي بي كده السيميلاريتي صح. هو عايز ايه؟ عايز البي سي. بي سي ده فاقول 6 اللي هو الاي دي على البي سي ايكوال الاي اي اللي هو 2 على الاي سي اللي هو 5 بوست مالتبليكيشن.
6 باي 5 على 2 تطلع 15. البي سي بي 15. اجابه بي. السؤال اللي بعده نفس الحوار، جاب لي بارلل، جاب لي بارلل، هيبقى الانجل دي ايه هي الانجل دي، والانجل دي ايه هي الانجل دي، والانجل دي مشترك، فيبقى اي بي سي سيميلر تو ال اي دي اي. اي دي اي جميل. عايز الاكس. طيب هقول ان الاي دي اللي هو ب 12 على البي سي اللي هو 15، كل ده بيساوي ال اي اي اللي هو اكس على الاكس بلس نا بلس كام، دي مش واضحه في الصوره، اكس بلس 9. قلنا ان الاي اي على الاي سي بيساوي 12 على 15، وزع بقى 12 ملتبلاي الكلام ده و15 ملتبلاي الكلام ده، 15 باي اكس بقت 15 اكس. كل ده 12 في الاكس 12 اكس بلس 12 في ال 9 ايكوال 108، ودي دي بالماينس يبقى 3 اكس ايكوال 108. فيبقى الاكس معانا بكام؟ الاكس معانا 36. السؤال اللي بعده يقول ان دي اي بارلل للبي سي، تمام. عايز الاكس. دي اي بارلل بي سي نفس الاثباتات اللي بنثبتها، يبقى معنى كده ان الاي تي اي سيميلر تو الاي بي سي تراينجل، صح؟ طيب فيبقى الاي دي اللي هو ب 6 على الاي بي اللي هو 6 بلس اكس، كل ده يكون الاي دي اللي هو اكس ماينس 1 على البي سي اللي هي 2x بلس 4. نعمل الكروس مولتبليكيشن نفس الحوار، ونوزع الارقام على بعض، تطلع الاي معانا الاكس معانا بايه؟ تمام. عملت كروس مولتبليكيشن وبعديها فاكتورايزيشن نوت 5 3. السؤال اللي بعده كويستشن 4 بيقول لك ان ال AD فين ال AD اللي هو ده على ال AB اللي هو كل ده ماشي ب 3 على 5، وال DE بارلل لل BC نفس الاثباتات اللي بنثبتها برضو. يبقى كده مبدئيا ان ال ADE similar to ال ABC. طيب ومديني ان ال AB مديني ان الاي دي على الاي بي ب 3 على 5. عايز الاكس. طيب هنقول ان الاي اي على الاي سي بيساوي الكلام ده، الاي اي 2 اكس بلس 1، الاي سي ب 3 اكس بلس 4. ماشي كروس مالتبليكيشن، نوزع ال 3 هنا، نوزع ال 5 هنا، كروس مالتبليكيشن هيطلع معانا في الاخر الاكس ب 7. الإجابة دي. السؤال اللي بعده question 5 عايز الـ AC. طيب مبدئيا احنا عندنا ان الـ AD parallel للـ BC، فمعنى كده عندي حرف Z ده، يبقى الـ angle دي تساوي الـ angle دي. جميل. وعندي ان الـ ED parallel للـ AC، فمعنى كده ايه؟ ان الانجل دي تساوي انجل دي حرف زد برضه. طيب فالسيميلاريتي كده ما بين مين؟ امشيها واحده واحده، امشي عند هبدا عند الانجل الدوت دي، واجي عند الاكس، واجي عند الانجل الفاضي، يعني تراي انجل اي اي دي سيميلر تو تراي انجل، بدات عند الدوت بي وجيت عند الاكس اللي هي الاي والسي، B A C الاثنين دول سيميلر. جميل. هو عايز ال A C. ال A C على ال E D، ال E D مديها لي ب 6، كل ده ايكوال
ايه تاني مديهولي؟ مديني ان ال بسم الله ال AE ب 5. ال AE ب 5. واللي مديني ايه تاني؟ مديني ان ال AB، مديني ان ال AB ب 5 بلس 5 ب 10. تمام، عايز ايه تاني؟ هنقول دوت ال AC على ال ED بيساوي ال AB على ال EA. ال AB بكام؟ ال AB 5 بلس 5 ب 10. ال EA بكام؟ ال EA 5 كروس مالتبليكيشن. ال AC معايا تطلع ب 12. انسر سي. السؤال اللي بعده question 6، قال لي ان ال LM parallel y z. جميل، نفس الاثباتات دي ودي 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 common angle. طيب x z y similar to x l m. تمام، عايز ايه؟ عايز ال y m على ال m x، ال y m على ال m x. طيب نمشيها 3 3. مبدئيا هنقول ان ال LM هو مديني ال LM على ال YZ ب 4 over 7. ال LM على ال YZ ب 4 over 7. equal 4 over 7. من السيميلاريتي دي انا ممكن اقول كده ان ال LM equal 4X مثلا، حطيت سيمبل من عندي، وان ال YZ دي equal YZ equal 7X. ما هو 4X على 7X 4 over 7 برضه نفس الحوار. تمام، ايه تاني؟ هو عايز ال YM على ال MX. ماشي، مش ممكن نجيب ال Y، بسم الله، نجيب ال لا مؤاخذة شوية، نجيب ال MX على ال XY. دي هتساوي كام؟ هتساوي 4 over 7 برضه، عشان وانا عارف ان ال y x ب 7 برضه هقعد مكانها ب 7x، وهقعد مكان ال m x ب 4x. تمام، كده صعبتها على نفسي. تعالى نبدأ من الأول وهي بسيطة أصلا. سلام. طيب يا شباب، مبدئيا احنا أول حاجة أثبتنا إن ال X L M similar to X Z Y. جميل، وقال لنا إن ال L M على ال Y Z 4 over 7. ده كده ال fraction او السيمبل بتاع similarity. جميل، مش انا ممكن اقول ان ال xm على ال xy كل ده 4 over 7 برضه، ومن هنا اقدر اقول ان ال xm equal مثلا 4x، ان ال xy equal 7x. ما هو 4x على 7x الاكسات هتروح، هيبقى 4 over 7 برضه. جميل جميل. ال xy دي عباره عن ايه؟ XY دي عبارة عن XM بلس YM كل ده ب 7X. مش أنا عارف إن 7X ب 4X دي أنا قلتها الأول، هبقى أشيلها وأحط 4X بلس ال YM اللي أنا معرفوش إيكوال 7X، يبقى كده ال YM ب 3X. 3X، وقلنا إن ال XM أو ال MX زي ما هو كاتب ب 4x، ده اوفر ده الاكسات هتروح، هيبقى عندي 3 اوفر 4 الانسر ب. وانا تماما سيميلر الفراكشن قد بعض، عشان بس حطيت دي ب 3x و 4x الاكسات دي هتروح كده كده مع بعض لما نعمل الفراكشن بتاع السيميلاريتي. السؤال اللي بعده،
ثواني عشان question 7 دلوقتي قال لنا دي وال اي ميد بوينتس الاي بي والاي سي then the lengths of x plus 1. طيب مبدئيا طالما ده ميد بوينت وده ميد بوينت يبقى انا كده استفاد ايه؟ استفاد ان الاي دي بارلل للبي سي، واستفاد برضو ان الاي دي ايكوال هاف للبي سي، كل دي حاجات قديمه. فيبقى كده طالما الاي دي ب 10 وهاف نازل زي ما هي، والبي سي باكس بلس 5 اودي الهاف الناحيه الثانيه تبقى 20، وديتها بالقلبتها كل ده بيساوي اكس بلس 5، فيبقى كده الاكس بكام؟ اكس كده ب 50. ايه تاني؟ فاضل لنا الواي. طيب الاي دي على البي سي، انا طبعا اثبت ان هم سيلمولار عشان بارلل والانجلز قد بعض وكده زي ما بنثبت على طول. يبقى الاي دي على البي سي بكام؟ ب 10 اوفر 20. حلو. وده كل ده مساوي الاي اي ده هو اكس ماينس 5، اكس ماينس 5 يعني 15 ماينس 5 ب 10 على الاي سي كله، الاي سي كله مش قلنا اكس ماينس 5 دي ب 10؟ الاي سي كله يبقى 10 بلس واي بلس 3 كروس ملتبليكيشن. كروس ملتبليكيشن هيبقى عندي الواي كده ايكوال 7، لو عايز اكس بلس واي، اكس بلس واي يبقى 7 بلس 15 يساوي 22. طيب يا شباب question 9 مدينا ثلاثة تريانجل جوه بعض كده، الاي بي سي و ال دي اكس واي دي اكس واي و ال اي دي اف. انا هسمي ده تريانجل، هديله سمبل تي 1، دي انا مش هسالها على نفسي بس بدل ما اقعد اكتب ده تي 2 و تي 3، اديتهم حروف بس مش هسهل الدنيا يعني مش شرط عادي. طيب مبدئيا مبدئيا مش الاف دي الميد بوينت بتاعت الاي سي والاي دي ميد بوينت بتاعت الاي بي؟ يبقى كده استفاد ايه لسه؟ قايل لنا ان الاف اي بارلل للبي سي والاف اي بتساوي هاف البي سي، طالما هاف البي سي يبقى البي سي بكام؟ ب 12. مش طالما دول بارلل الاف اي بارلل للبي سي وقتها في سيميلاريتي. صح صح. طيب ايه تاني؟ مش معنى ان الاكس واي بارلل للاف اي اللي هي الاف اي بارلل للبي سي يبقى الاكس واي بارلل للبي سي برضه. فيبقى عندي كده ال تي 1 سيميلر ل تي 2 سيميلر ل تي 3، التلاتة سيميلر لبعض. حلو لغاية دلوقتي؟ حلو. دلوقتي كده احنا عايزين نحدد بالحروف. ماشي عندي الانجل دي، ثواني ثواني امسح النقط دي عشان مش هتلخبط. مش قلت ان الاف اي بارل للبي سي؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان ال عايز الاقي لها دخله سهله. ثواني غير ما اعقد الدنيا خالص. دلوقتي ال بسم الله السيميلاريتي ما بين الاكس واي دي او الدي اكس واي اللي هو تي 2 على التراينجل اللي هو الوسط دوت اللي هو تي 3 بتساوي كام؟ مش بتساوي احنا هنبدا من الصغير، يبقى 2 على 6 صح كده؟ هي تبقى 1 على 3. طيب ايه تاني؟ السيميلاريتي ما بين التي 3 اللي هو الوسط ده على التي 1 اللي هو الكبير بتساوي كام؟ 6 اوفر 12 اللي هي بهاف.
انا عايز اجيب السيميلاريتي بقى ما بين الصغير خالص والكبير، اعمل ايه؟ لو تفتكروا اول سؤال حليناه خالص في الواجب، هاخد ده مالتبلاي ده ازاي؟ اقول لك تي 2 على تي 3 مالتبلاي التي 3 على التي 1، مش التي 3 هنا هتروح مع تي 3 دي، يبقى لي تي 2 على تي 1 اللي هي بتساوي كام؟ 1 اوفر 3 مالتبلاي 1 اوفر 2 اللي هتبقى بكام؟ انا هكمل هنا يا شباب، تبقى 1 اوفر 6. كل ده بيساوي البرامتر بتاع مين؟ البرامتر بتاع التي 2 اللي هو مديهولي ب 8 على البرامتر بتاع التي 1 اللي هو عايزه. كروس مالتبليكيشن، البرامتر بتاع التي 1 اللي هو الاي بي سي هيبقى ب 8 مالتبلاي 6 اوفر 1 48. انسر دي ممكن تلخبط شويه بس لو في حاجه وقعت عيد الشرح تاني واسمعوا. ننزل مكان ما كنا للسؤال اللي بعده. question 10 بيقول ان ال HD equal angle C، HD equal angle C. جميل، مديني side lengths على الرسمة كمان اهي، عايز ال AC بلس ال AD بلس ال AB، اجيبهم واحدة واحدة واشوف مبدئيا. مش ال angle دي قد ال angle دي زي ما هو جاي، صح، والانجل دي مشتركه ما بين الترينجل الصغير دوت اللي هو A H D والترينجل الكبير اللي هو A C B، صح كده؟ يبقى الاثنين دول سيميلر. طيب هو نبداها بواحده واحده، هو عايز ايه؟ عايز الاي سي. طيب انا ممكن اقول ان الاي سي على الاي سي على الاي اتش، الاي اتش بكام؟ 14. كل ده ايكوال كام؟ ايكوال ال بي سي اللي هي 15 على ال دي اتش اللي هي 12. كروس مالتبليكيشن نحسبها، ال اي سي هتطلع ب 14 مالتبلاي 15 اوفر 12 تطلع ب 17.5. خلينا نكتبها هنا 17.5، نمسح ونكمل اللي بعده. نمسح اول واحده بس عشان 15 اوفر 12 دي هتفضل زي ما نستخدمها يعني. ايه تاني عايزه؟ عايز الاي دي، الاي دي دوت. الاي دي ممكن نجيب الاي بي، اي بي بيساوي كام؟ بيساوي الاي دي اللي احنا ما نعرفوش بلس الفور كل ده على الاي دي، الاي دي احنا عايزينه برضه. كروس مالتبليكيشن يبقى 12 اي دي بلس 12 4 ب 48 بيساوي 15 اي دي، وادي ال 12 اي دي هناك بالماينس يبقى 3 اي دي، كل ده بيساوي 48. يبقى عندي الاي دي ب 48 اوفر 3 يبقى 16. جبت تاني واحدة. ايه تاني؟ عايز ال AB، ثواني، عايز ال AB. فين ال AB؟ AB دي كلها، مش انا جبت ال AD، ال AD ب 16، يبقى 16 بلس 4 ب 20. احسبهم بلس بعض، 20 بلس 16 بلس 17.5. كل ده ايكوال كام؟ ايكوال 53.5. الانسر دي السؤال اللي بعده. الم يقول الاي بي بارلل للدي اي، جميل، ومديني سايد لينكس، عايز السي اي. حلو، مش قال لي دول بارلل وانا عندي حرف الزد اهو، يبقى الانجل دي قد الانجل دي والانجل دي قد الانجل دي، يبقى طبيعي الانجل دي قد الانجل دي برضه، فيبقى كده ايه؟ عندي تراينجل اي بي سي، بدأت من الاكس للدوت للانجل الفاضية بتساوي، هبدأ برضه من الاكس اللي هو الاي للدوت اللي هي الدي للانجل الفاضية اللي هي سي. كل الانجل التراينجل ده والتراينجل ده سيميلر لبعض. طيب هو مديني الاي سي ب 6
يبقى ال AC اللي هي 6 على ال EC. مديني ال EC؟ لا هو عايزها اصلا اللي هي ال CE. كل ده ايكوال كام؟ ايكوال. مديني ايه تاني؟ مديني ال BC. ال BC بكام؟ ب 4. على ال DC، ال DC مدهالي مدهالي اللي هي ال CD ب 3. كروس مالتبليكيشن 3 باي 6 اوفر 4. 3 باي 6 اوفر 4 تطلع 4.5. عندي 4.5 اهي. انسر بي. السؤال اللي بعده نفس الفكره برضه. بارلل اعمل سيميلر تريانجلز، ده اوفر ده بيساوي ده اوفر ده. فنفسها مش محتاجين نقعد نعيد في نفس الفكره اللي عمالين نحل فيها من ساعه ما بدأنا. question 13. question 13 مديني اتنين تريانجلز. تمام. طيب احنا عايزين نثبت الاول اللي هما سيميلر. تعال نجرب ناخد مثلا ال BE على ال AE تطلع بكام؟ تطلع ب 3 over 2 اللي هي 4.5 على 3. 3 over 2. طيب تعال نجرب ناخد ال 6 over 4 تطلع ب 3 over 2 برضه. يبقى دول سيميلر. سيميلر يبقى نفس الانجلز. يبقى الانجل دي ايه؟ هي الانجل دي. والانجل ال 74 هي الاكس، والانجل 46 هي الانجل دي. يبقى الاكس بكام؟ 74. السؤال اللي بعده two angles of a triangle with measures 50 و 70 similar to another triangle with angles of measure. عندي تريانجل اهو. لا ثواني اكبره عشان نعرف نكتب الانجلز. عندي تريانجل وعندي تريانجل تاني اهو. قال لك الميجرز دوت 50 ده 70 يبقى ده كام؟ 60 صح كده؟ المجموع بتاعهم 180. فيبقى التريانجل التاني اكيد 50 و 70 و 60. فعايز التريانجل التاني هيبقى 50 وكام؟ 50 و 70 او 60. عندي انهي واحدة فيهم؟ عندي 60. السؤال اللي بعده if two triangles the first has two angles of measure 50 و 60 and the second has two angles 60 و 70 يبقى هما ايه؟ درسم تاني. الواحد الاولاني 50 و 60 يبقى الانجل الاخيره 70. قال سيميلر ما قالش سيميلر او عايز اشوف ماشي. تاني 60 و 70 يبقى الاخر انجل كام؟ 50 برضه مش نفس الانجلز. يبقى هما ايه؟ سيميلر. بس هل معنى كده ان هما congruent؟ لا هما سيميلر ونوت نيسيري congruent. بس كده.